بلدية برج زمورة أو بلدية العيون المائية التي لا تجف تقع شمال برج بعرريج، بها عيون تعود إلى الحقبة العثمانية أي إلى امتداد القرن السادس عشر، فقد استحقت برج زمورة لقب بلدية مجرى الماء والتاريخ، ونذكر من عيونها العتيقة عين سويقة. هذه العين التي بنيت قصتها على انطلاقا من أسطورة متعلقة براعي، والعثمانيين قد قاموا بتشييدها وفي هذا النمط. أصل التسمية الرواية اللي راهي تقول يقولوا كان راعي كان يسرح هنا قبل ما يكونوا بنايات هذو، كانت عبارة عن غابة، وكان من الراعي هذا كان عنده عتروس ديما يغيب له من بين الصرعوفة ما يلقاهش، في يوم من الأيام يتوله له يلقاه خارج واللحية تاعو مشمخة، قال لهم والله نتبع هذا العتروس هذا وين راه يروح، كي تبعوا لقى العنصر تاع الماء، على هذاك العنصر هذاك تبنت العين هذه. العين تاعنا هذه تاع زمورة عندها نكهة خاصة، بالرغم من أنه كاين في زمورة كاين ما يقارب السبعة ولا ثمان عيون بهذا الشكل هذا، إلا أنه الحجم تاع ست شراشر وسبع شراشر ما كانش، تلقى عيون فيهم شرشور فيهم زوج. أنا كنت نشفى كي كانت العين صافي في ذاك العام كي جاوا يخدموها هنايا هرب لهم الماء. في الوقت اللي هرب لهم الماء تشوف منين هبط حتى لهون. ولو كاين الناس اللي عندهم شويه في الدماغ كما يقولوا قالوا لهم حبسوا الماء ما تزيدوش تخلطوا فيه، شوفوا كيفاش تلاقيوه برك ولاقوه منا ولاو حبسوا الماء هنا. كانت كاين سيباراسيون بين في الخزنه، سيباراسيون تقسم بين الشرشور تاع القناريه والعيون الاخرين. في يوم من الايام قوه العين بزاف قوات بزاف يسمى ولا الماء جينا ولا اضطروا باش يفتحوا هذاك السور اللي بيناتهم باش يضموا الماء وكل ويخرج منا. عين سويقة هي البركه تاع زموره، هكذا يقولوا ناس بكري. عين سويقة هذه قيسوها بالبركه، يقول لك الا نشفت عين سويقة هذه وراح الماء راحت البركه من زموره هذه. كما يستعمل سكان قريه عين سويقة وسائل تقليديه على غرار الاحصنه من اجل جلب المياه الصالحه للشرب انطلاقا من عين سويقة بسبب ضيق الشوارع والأزقة العاتقة بها. من بكري وحنا بهذا قبل ما يجيبوا لنا الماء هذا ويدخلوا للديار والاخر عندنا هذه الوسيلة. أنا الوسيلة هذه ما استغناوش عليها درك. درك أنا المنطقة اللي راني نسكن فيها ما تلحقنيش كيما يقولوا الصهاريج تاع المياه يلحقوني لهون للدار ولا نولي هكذا. الشوارع ضيقة. ضيقة الشوارع ضيقة بزاف بزاف. كيما راني درك راني مستعمل ثلاث خطرات. درك من 17 الصباح بديت على 17 الصباح نملى درك نزيد مازال نزيد فياز اخرى باش تجيب لي السمانه. هذه الوسيله هذه ورثتها اب عن جد. وتعرف برج زموره اقبالا منقطع النظير من قبل الزائرين القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعرف على الارث التاريخي الحضاري الاسلامي من خلال الحملات المدرسيه وكذا الجمعيات السياحية الثقافية المهتمة بالتواجد العثماني في الجزائر. العين هذه راهم يجيو لها الناس من كل ولاية، تقريبا من جميع الولايات، تقريبا كل أسبوع. هذا المنطقة هذه معلم سياحي وخاصة في أماكن أخرى. يجيو الطلبة من الولايات يجيو حتى لهنا يزوروا. من كل المناطق يجيو يزوروا. كيما اليوم درك يجيو يزوروه درك واحد الساعه يومي انا بالجمعه كل جمعه نجي لهم كل جمعه يجيو مسكيكده من قسنطينه من عنابه من الجزائر من الطارف من كل بلاصه. نزوروا برج زموره في وفد متشكل من محبي التاريخ والتراث من مناطق عديده من التراب الوطني. همنا الوحيد هو اكتشاف مآثر تاريخيه لهذه المدينه، المدينة الغنية بآثارها وبملامحها التاريخية. نداء لكل الجزائريين بأخذ بعين الاعتبار المدن القديمة المشيدة في العهد الإسلامي. نحن لدينا تراث مثل مازونة، مثل قلعة بني راشد، مثل المدية، مثل القصبات القديمة في كل المدن. لماذا نركز فقط على الفترة اليونانية أو الرومانية ونترك هذه المآثر الكبيرة المتعلقة بالتاريخ الإسلامي؟ وتسعى الجمعيات الثقافية والسياحية المحلية إلى المحافظة على هذا الموروث الطبيعي الحضاري من خلال الترويج والتسويق له سياحياً على المستوى الوطني. نسعى إلى التعريف بموروثنا الحضاري، موروثنا الثقافي، موروثنا التراثي
اولا لتشجيع السياحه الداخليه ولتشجيع المواطنين الجزائريين في مختلف ربوع الوطن وحتى من خارج الوطن للتعرف على هذه ما تزخر به الجزائر من موروث حضاري كبير جدا. الجمعيه هذه ثقافيه سياحيه باش نعرفوا خصوصا من جانب خصوصا السياحه، حابين نعرفوا بالمنطقه تاعنا من جانب السياحه، لان منطقه الزموره هذه منطقه سياحيه بامتياز، يعني فيها مناظر سياحيه، فيها اماكن اثريه اللي تجلب السياحه وتجلب السياح من مختلف ارجاء الوطن. كما توجد ببلدية برج زمورة عين ولاد عثمان، هي عين طبيعية لصدقة جارية من أحد محسني البلدية، عرف عنها أنها ليست مصدر للماء فقط بل حتى للتداوي. حوالي 22 أو 23 سنة سكان هذه القرية يعني قاموا بحفر بئر ارتوازي يعني بالصدفة، ولكن ظهر في يوم من الأيام أن هذه العين ماؤها نافع، وذلك كما أسلفنا عن طريق التجربة التي جربها المواطنون. السيد هذا المدعو الطباخ ربي يرحمه هو اللي قام بإنجاز هذه العين هذه بأمواله الخاصة بأموال السكان تاع ولاد عثمان ما شاء الله. اليوم هذه العين هذه راهي فيها منافع كثيرة. كي صلدينا وجبدنا الماء لأول مرة جاو ناس كبار من زمورة ماتوا، كيف أقول ما بقي نسمع فيهم، قالوا هذا الذوق هذا تعلم هذا خاص. فقد أصبحت عين ولاد عثمان مقصدا ومحجا لكل من يعاني الحصى الكلوي من داخل الولاية وخارجها، كون تركيبتها الكيميائية تساعد على تفتيت الحصى، وبات الأطباء ينصحون المرضى بها لفوائدها العلاجية. كنت أنا من مريض من الكيلة تاعي، واليوم راني والله الحمد لله رب العالمين، وراني نحب نشرب منها يوميا، رغم أنني كل ما أمر على هذه العين نشرب. عندما زرت طبيب في العاصمة غير خوفني الطبيب هذا، أخافني الطبيب هذا وليه، وقال لي راك في الخطر والحجار وليه، ويعني بعد ما استمرتش في العلاج جيت العين هذه إن شاء الله يعني الحمد لله تخفض الأوجاع بالنسبة للسلس البول، نعم، وتغسل الكلوي فعلا صح. جيت نفيد جميع التبرعات لفائدة مسجد من مساجد باديد بن داود عين النوق. شفت العين هذه قال لك يا ودي هذه العين فيها شفاء للكلى، نويت هذاك انا كي قالوا لي راها مليحه للكلى، رحت شريت فيها بيدون وديته، وان شاء الله ربي يكون شفاء للعائله. هي مشهوره بحول الله تعالى وبقدرته على تفتيت الحصى في الكلى ان شاء الله تعالى. وهذا الماء لما شرب له كما يقال لزمزم، الكون النية أسبق لأن فيه شفاء، هو ماء خفيف بطبعه، أنه حتى تشرب منه ماء كثير الكثير فإنه يسهل المجاري البولية، يعني سبحان الله الجفاف اللي كان ساير في البلاد كامل هذا العين هذه ما نقصتش لحد الآن، وراهي بركة وزايدة بك بإذن الله. قطعنا حوالي 60 كيلو غالي روتور، جربوه جماعة من الله فامي يعني ما شاء الله، يقول لك باللي يكسر الحجر في الكلاوي. لا انا هذه ثالث خطره نجي، بصح لا فامي يجيو ميم الاطباء يعني ينصحوا بها العين هذه بزاف، الاطباء تاع البرج كامل ينصحوا بها. سيوها وجربوها الناس قبلنا وشفناهم باللي ارتاحوا في من العين هذو، ومن بعد استمرت هذه الامور هذه مع الاطباء، ولو ينصحوا الاطباء بالمرضى تاعهم باش يجيو لهنا يشربوا ومن العين هذه لأنها مفيدة ومشفي إن شاء الله، والشفي هو الله. وينتظر سكان بلدية برج زمورة أن تواكب الجهات الوصية هذا الإرث السياحي الحضاري بتوفير فضاءات اقتصادية بها لإحداث حركية تجارية أكثر بالمنطقة.